بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. طبعا استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء الجامعية مستوى 2، كهرباء المغناطيسية، كتاب سيروي. أيضا عندنا سؤال آخر يتحدث عن الريزيستيفيتي، عن المقاومية الخاصة في كل مادة. يقول لي هذا السؤال: عندنا هنا نظام ستيريو ومع سماعات. طبعا افرض بأنك ترغب بتوصيل جهاز الاستيريو الخاص بك إلى سماعتين كما بالرسم جانبا. إذا كان طول السلك النحاسي، إذا السلك مصنوع من النحاس، الواحد منهما هو 20 مترا. عشرون مترا، نسيت أن أضع التنوين. 20 مترا، فكم يجب أن يكون قطر السلك الواحد منهما ليعطينا مقاومة أقل من 1 بالـ10 أوم؟ إذا هنا مدام ذكر لي أن السلك نوع نحاسي، لابد لي أن أتذكر المقاومية في هذه الحالة، لأنها ثابت. النحاس له مقاومية ثابتة به، وهي 1.68 ضرب 10^8 أوم متر في هذه الحالة. إذن لأنه أعطانا هنا فهي إذن ثابتة. نستخدم المقاومية resistivity. لاحظ R equal rho L over R. هو عن ماذا سألني؟ سألني عن القطر. وأغلب الأسلاك تأخذ الشكل الدائري، أو كل الأسلاك عفوا تأخذ الشكل الدائري. إذا نستخدم أيضا قانون المساحة، مساحة الدائرة، وهو ثابت باي R squared باي R تربيع. طبعا إذا لابد لنا هنا، أعطانا بأنها 1 بـ10 أوم، وأعطانا بأن الطول ال L هو 20 متر، وأعطانا المقاومة 1 بـ10 أوم، ونعرف نحن مقاومية النحاس هي ثابتة. إذا لابد لنا من التبديل حتى نجد المساحة. A أتت جانبا، R هبطت إلى الأسفل، يصبح عندي A تساوي رو L over A. الآن أحل في الثوابت: رو 1.68 × 10^8 أوم متر، ال L كما هو معطى في السؤال هو 20 مترا، المقاومة هو 1 بـ10 أوم. إذا يصبح عندي الـ R تساوي 3.4 × 10^6 متر تربيعي. إذا في هذه الحالة أعطاني الآن هو المساحة عفوا 3.4 × 10^6 متر تربيعي. الآن أتذكر أن المساحة دائرة كما تحدثنا، مساحة المقطع هي باي R تربيع، باي R تربيع. إذا لابد لي هنا بأن أعوض لي باي الآن، أنا أعوض في آر. إذا باي آر تربيع يساوي 3.4 × 10^6 متر تربيع. أقسم كلا الطرفين على باي وأخذ الجذر التربيعي. إذا يصبح عندي الجذر التربيعي 3.4 × 10^6 على باي تحت الجذر كما هو موضح. إذا يصبح عندي نصف القطر هو 1.4 مليمتر، نصف القطر. نحن طلبنا القطر، إذا لو بدنا نضرب نصف القطر باثنين حتى يعطينا كم يجب أن يكون قطر السلك. إذا 2.8 مليمتر يكون قطر السلك. إذا هنا لاحظ بأنه من خلال هذا القانون المقاومية يمكن لنا تحديد أيضا طول، يمكن لنا معرفة يعني بناء على المقاومة التي نرغب بها لابد لنا من تحديد طول القطر. يعني أنا أحببت أن أحل هذا السؤال بأننا إذا رغبنا بمقاومة ما فإنه يمكننا التلاعب في المساحة من خلال معرفتنا القطر المرغوب صناعته. أيضا هنا عندي فكرة أخرى: إذا كان التيار المار بكل سماعة يساوي 4 أمبير، فكم يصبح فرق الجهد المطبق هنا؟ إذا في كل سماعة هو 4 أمبير يكون التيار المار. إذا لابد لنا هنا أن نستخدم قانون أوم، في يساوي أي آر، الجهد يساوي أي التيار ضرب آر المقاومة. 4 أمبير كما أعطاني السؤال، 4 أمبير ضرب 1 بالـ10 أوم وتساوي 4 بالـ10 فولت. إذا يحصل هبوط، هنا لابد لي أن أؤكد على معلومة، يحصل هبوط للجهد عندما يمر عبر الموصل، مما يؤدي إلى تخفيض القيمة التي سوف تصل من الاستيريو إلى السماعات
يعني فتكون القيمة أقل بقليل، يعني قيمة الجهد الواصل إلى السماعة أقل بقليل من القيمة، لأنه يحصل هبوط للجهد عبر من خلال نوره في السلك. إذا هذا الفيديو كان عن استخدامات أخرى للمقاومية، كيف يمكنني أن أحدد من خلال رغبتي في مقاومة معينة، كيف لي أن أحدد الشكل الهندسي، أو كيف لي أن أحدد الطول، طبعا الشكل الهندسي الخاص في السلك. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، وكتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.